مرحبا مجددا. إلى الملف الليبي، حيث قتل 70 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرون في هجوم بشاحنة مفخخة على معسكر لتدريب الشرطة في مدينة زليتن شرق العاصمة الليبية طرابلس. كان المعسكر المستهدف يستعد لتخريج دفعة من الطلاب الجدد حين دخلت الشاحنة المفخخة إليه وانفجرت. وقال شهود إن الشاحنة كانت تجر مقطورة مليئة بالوقود بالإضافة للمتفجرات. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. يذكر أن ميليشيات متشددة تسيطر على مناطق عدة في ليبيا وتشن هجمات على القوات الليبية الحكومية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد إبراهيم الفقيه، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. بعد التحية، ما هي الرسائل التي يمكن أن نقرأها خلف هذا الهجوم؟ هل هي سياسية أم أمنية أم رسائل أخرى؟ والله الهجوم طبعا فظيع وكبير وبدرجة يعني مؤلمة وفاجعة ومؤسفة، وضحايا كثير، ولكن ليس جديدة. حصل في بنفس الترتيب في حفل تخرج في بنغازي من سنة أو أكثر، ويحصل هذا الهجوم. يعني هو الأساس في الفراغ الذي أوجد داعش بهذا الشكل وبهذا الاشتراء وبهذه القدرة على إنزال ضربات موجعة في مناطق النفط وفي داخل المدن وفي داخل مؤسسات أمنية. لماذا؟ لوجود فراغ. أنا أحمل المسؤولية لكل من عرقل من ساهم في هذا الفراغ وعرقل وجود حكومة تم التوافق عليها وتم تحقيق الدعم الدولي لها وتم تجهيزها لكي تكون قادرة على ملء هذا الفراغ وإحلال شيء من الأمن وتفعيل المؤسسات العسكرية والأمنية والعدلية في ليبيا لكي تستطيع أن تجابه وأن تقاوم هذا الإرهاب الأسود الذي يذهب ضحايا كل يوم من الليبيين. دكتور فقيه، يعني المسؤولية في عنق كل من عرقل هذا التوافق، كل من يقف في طريق هذا التوافق. التوافق لمصالح ذاتية وشخصية وحسابات عشائرية وقبلية وحزبية. نعم، بعض المصادر الليبية دكتور أحمد بعض المصادر الليبية ربطت هذا تحديدا بالقبض على 4 عناصر من داعش مؤخرا كانوا في طريقهم من صبراتة، واعتبروا أن هذا انتقاما لهذه العناصر تحديدا. أنت تتحدث عن حالة فراغ سياسي وأمني. نعم. أوصلت لما هو أكبر من هذا؟ لا، العناصر من داعش يعني موجود القبض عليها، حصل مش مرة واثنين، وفي بنغازي وفي مناطق في الشرق الليبي حصل يعني قبل هذا، وقتلهم مستمر وضربهم مستمر والقصف إليهم في مواقعهم. نعم. في سرس وفي جدابية وفي درنة ما 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 نعم، وصلت ما مستمر الفكرة. ومتواجد. فيعني هم لما يستصل إيدهم إلى مكان لا يقصرون، يعني هو مش لأن ضربوا له 3 من الناس ضرب، لا، هو يضرب سواء ضربوا له 3 من الناس. نعم. أو لم يضرب له 3 من الناس، لأن بعض المصادر الليبية تحدثت بهذا، فكنت أستمع لرأيك. شكرا جزيلا دكتور أحمد إبراهيم الفقيه، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. إلى الملف اليمني، حيث نفذ طيران التحالف العربي اليوم عشرات الضربات الجوية على أهداف لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء. الضربات شملت القصر الرئاسي وقاعدة عسكرية جنوبية العاصمة، ولم ترد على الفور تقارير بوقوع خسائر في الأرواح. وقتل نحو 6000 شخص في الصراع اليمني، نصفهم تقريبا مدنيون. ولم تحقق محادثة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة أي تقدم ملموس حتى الآن.
ضمن المواجهة الإيرانية السعودية، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العميد أحمد عسيري، قال إن التحالف سيحقق في اتهام من إيران بأن طائراته استهدفت السفارة الإيرانية في صنعاء مساء أمس. عسيري أضاف أن طائرات التحالف استهدفت منصات إطلاق صواريخ تستخدمها جماعة الحوثي ضد السعودية، متهما الجماعة باستخدام منشآت مدنية من بينها سفارات مهجورة. وأضاف المتحدث أن التحالف طلب من جميع الدول إمداده بإحداثيات مواقع مقرات بعثاتها الدبلوماسية. قال مسؤول رفيع المستوى بجامعة الدول العربية إن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في القاهرة الأحد المقبل يناقش بندا واحدا هو إدانة الاعتداءات على سفارة السعودية بالرياض وقنصليتها بمشهد. المسؤول العربي رجح في تصريح صحفي أن يحظى هذا البند بتصويت الأغلبية العربية. كان الأمين العام للجامعة نبيل العربي أدان الاعتداءات الإيرانية معتبرا إياها انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية. وفي طهران طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني السلطة القضائية في بلاده بسرعة معاقبة المتورطين في الاعتداءات على السفارة والقنصلية السعوديتين. روحاني شدد على أهمية أن تتوقف هذه الاعتداءات التي تعتبر انتهاكا للأمن القومي وتسيء لقدرات ومكانة إيران، كما أشاد بالعلاقات الجيدة والعريقة والودية التي تربط الشعب الإيراني بالشعب السعودي. وقطعت الرياض عواصم عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران ردا على هذه الاعتداءات. من ناحية أخرى، قال حسين أمير نائب وزير الخارجية الإيراني إن الخلاف الدبلوماسي مع السعودية سيؤثر سلبا على محادثات السلام السورية، معربا عن التزام بلاده بتلك المحادثات. وخلال ساعات يزور المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا طهران لاستكمال جهوده لإجراء مفاوضات سورية بجنيف أواخر الشهر الجاري. وقد التقى دي مستورا في الرياض بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعرب عن تمسك بلاده باستمرار المحادثات السورية. وافقت الحكومة السورية على دخول المساعدات الإنسانية لسكان بلدة مضايا بريف دمشق التي يحاصرها الجيش السوري. كان نشطاء من البلدة دعوا المجتمع الدولي للتدخل لفك الحصار الذي أدى لوفاة أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بسبب الجوع. كما طالب الائتلاف السوري المعارض الجامعة العربية والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإنقاذ 50 ألف شخص يسكنون مضاياً.